نشرتنا الاقتصادية على قناة يمن شباب، وإلى العناوين. استقرار نسبي لأسعار الصرف عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة. البنك الدولي يعلن تقديم منح مالية لليمن بأكثر من 300 مليون دولار. مواطنون يشكون ارتفاع أسعار السلع ويرجعون الأسباب إلى غياب الدولة. أهلا بكم. إذن استقرت أسعار الصرف بشكل نسبي في الأسواق المصرفية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع المصرفية عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة المنبثقة من اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. أفاد متداولون ماليون اليمن شباب بأن سعر صرف الدولار الواحد تراجع إلى نسبة 760 ريال للشراء، في حين لا تزال عملية البيع متوقفة في أغلب منشآت وشركات الصرافة في المحافظات المحررة، كما تراجع سعر الريال السعودي في الأسواق المصرفية إلى 205 ريالات للشراء مقابل العملة المحلية و210 للبيع. وتوقع اقتصاديون تعافي الريال بشكل محدود خلال إعلان الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرين إلى أن هذا التعافي لن يدوم طويلا ما لم يكن مصحوبا بإصلاحات جذرية واقتصادية واسعة في المالية العامة للدولة. أكد البنك الدولي أن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك وافق على تقديم منح لليمن بقيمة 303.9 ملايين دولار للمساعدة على زيادة الصرف أو فرص الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للفئات السكانية التي تضررت من الصراع الدائر وجائحة فيروس كورونا. المنح التي ستقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، وهي مشروعان يتركز أحدهما على الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا، والآخر على التعليم والتعلم، وسيقدم المشروعان معا دعما حيويا للسكان الذين تضرروا من سنوات من الصراع وانعدام الأمن الغذائي حتى قبل تفشي الجائحة في البلاد في وقت سابق من هذا العام. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني ثلثاء اليمنيين، أكثر من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وعشر ملايين معرضون لخطر المجاعة، ويحتاج مليون طفل إلى العلاج من حالات سوء تغذية الحاد. قال مواطنون في تصريحات اليمن شباب إن معاناتهم كبيرة مع موجة التراجع لأسعار الصرف خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن هذا التراجع أدى إلى تضخم الأسعار بشكل قياسي. وأرجع مواطنون هذا الانهيار إلى عدم وجود الدولة على الأرض وغياب الضوابط والأدوات التي تمكن البنك المركزي من السيطرة على السياسة النقدية. المعاناة كبيرة، ما فيش ضوابط موجودة. مثلاً أنت لما جيت تتكلم عن ضوابط معينة تتكلم عن دولة. اليوم الدولة غائبة، والقائمين الموجودين تقريباً وفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين ما يقدرش يعني يتصرف أو يوقف تدهور عملة، لأنه مش دولة مهما كانت سلطته أو نفوذه أو إمكانيته أو عدم رضاه، لكن في الأخير مش دولة. الموضوع هذا يتعلق بدولة، يتعلق ببنوك، يتعلق بمصارفة، يتعلق بنظام. فما نعاني احنا غياب الدولة، غياب النظام، ارتفاع الأسعار من بالبطوع. يعني الغرفة التجارية إذا تكلمنا عن موضوع الغلاء محدودة الإمكانية والصلاحيات في ظل غياب الدولة. هي ليست كحل أساسي لحل الأزمة الاقتصادية في البلد، فكان يتوجب عليهم في البداية أنهم يطبعوا العملة الجديدة بنفس الرقم العملة القديمة اللي هي التالفة، بحيث يحافظوا على إيش ميزانية الدولة، وتكون الأسعار نفس ما كانت عليه في السابق. فهذا كله يعود على من؟ على المواطن الذي يتحمل النتيجة والعبء. على وقع تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، تقف الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لحلحلة الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات، لكن ذلك يبقى مرهونا بمدى قدرتها على تنفيذ خططها الاقتصادية على الواقع وعملها من داخل البلاد. في ظل تدهور الوضع المعيشي وتراجع أسعار الصرف، يطغى الملف الاقتصادي على هواجس الكثير من المواطنين،
احتلوا مراتب متقدمة في اهتماماتهم بشأن مدى قدرة الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض بين شرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على حلحلة الأوضاع الاقتصادية وانتشال البلاد من براثن الجوع والفقر المدقع وتضخم أسعار السلع والخدمات جراء حالة الركود والجمود التي تشهده معظم موارد الدولة ومؤسساتها وتشتت الإيرادات وتراجع قيمة العملة المحلية، بيد أن مراقبين يربطون بين قدرة الحكومة الجديدة على تلبية احتياجات المواطنين الملحة والمرتبطة بالوضع المعيشي وإنقاذ العملة اليمنية من الانهيار المريع وبين عودتها العاجلة إلى الداخل وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن دون أي صعوبات أو عوائق وتفعيل كافة مؤسسات الدولة ووضع سياسة مالية واضحة وشفافة لإدارة المرحلة الحرجة والفارقة في تاريخ البلاد. واعتبر اقتصاديون أن إعلان الحكومة والعودة إلى الداخل قد يؤدي إلى تهدئة أسعار الصرف ووقف انهيار العملة اليمنية بشكل طفيف وانخفاض أسعار العملات الصعبة، لكن هذا الانخفاض لن يدوم طويلا ولن يستقر ما لم يتبعه إصلاحات وإجراءات حقيقية وملموسة بإمكانها أن تعيد سعر الصرف إلى الوضع الطبيعي. يشير خبراء إلى ضرورة تفعيل الحكومة للسياسة المالية العامة وإعداد الموازنة السنوية للعام القادم حتى يتم انتشال البلاد من الوضع الاقتصادي المنهار، لافتين بهذا الشأن إلى أن تعطيل المالية العامة جرى على اليمن ويلات كارثية في الجانب الاقتصادي والمعيشي انعكست آثاره السلبية على حياة المواطنين بشكل قاس ومزر. وسجلت العملة المحلية خلال الفترة القليلة الماضية تراجعا غير مسبوق، حيث تعدى الدولار الواحد حاجز 920 ريال، وهو ما أدى إلى تضخم أسعار السلع والخدمات وضاعف من أعباء الحياة المعيشية بشكل جنوني مع تراجع القدرة الشرائية للريال الوطني. طالب مواطنون الحكومة الجديدة بالقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه انهيار الوضع المعيشي وتدهور أسعار الصرف، ودعا المواطنون الحكومة إلى سرعة وضع حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار عبر تفعيل كافة مؤسسات الدولة واستئناف كافة الصادرات والموارد لا سيما موارد النفط والغاز، واعتبروا أن تقديم الخدمات الأساسية وتفعيل الجوانب التنموية والعمل على ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية ووقف فوضى ارتفاع الأسعار تأتي على رأس الأولويات التي يجب أن تقوم بها الحكومة وبشكل عاجل. أوقفت مجموعة شركة هائل سعيد العمل في مصنع السمن والصابون الواقع غرب مدينة تعز جراء اندلاع مواجهات بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية. وقد قالت مصادر محلية إن إدارة المصنع الواقع في منطقة الربيع والخاضع لسيطرة ذراع إيران أوقفت العمل حتى انتهاء الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية. وفقا لشهود عيان، فقد استحدثت الميليشيا الحوثية مواقع عسكرية بمحيط المصنع ونشرت دبابات وآليات عسكرية في المناطق المحيطة به تزامنا مع تجدد المعارك في الجبهة الغربية للمدينة. تراجعت أسعار الذهب بشكل لافت اليوم الأحد في الأسواق اليمنية متأثرة بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. انخفض سعر الجرام الذهب بعيار 24 إلى 47 ألف ريال يمني، كما تراجع سعر الجرام عيار 21 إلى 43 ألف ريال، أما جرام الذهب عيار 22 الأكثر تداولا ومبيعا على النطاق الشعبي فقد تراجع بشكل حاد ليسجل 35 ألف و380 ريال، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 35 ألف ريال. ناقش اجتماع موسع عقد في مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح، وضم مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب آلية تنفيذ مسح المستفيدين من برنامج الأغذية في مديريات المحافظة 14 بمشاركة السلطات المحلية هناك ومديرياتها. شدد الوكيل مفتاح على أهمية التزام مكتب الأغذية العالمي بإدارة عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات الإغاثية من مركز محافظة مأرب إلى كافة المديريات دون استثناء، واقتصار مشاركات البيانات مع السلطة المحلية هناك والمديريات كسلطة شرعية معترف بها وتقدم كافة التسهيلات لوصول المساعدات إلى المستفيدين بالمديريات.
استعرضت جلسة عمل عقدت في المجلس المحلي بالصيرة أولويات التدخلات والمشاريع في المديرية التي تم إعدادها من قبل عدد من المهندسين المتطوعين تحت إشراف السلطة المحلية في المديرية. وتضمن العرض دراسات وتصاميم لسبعة مشاريع شملت التدخل في رياض الأطفال والمدارس لتحسين بيئة العمل وإعادة تأهيل ساحة منارة عدن وساحة البنوك وجولة الفل وحديقة الصهاريج وسور مقبرة القطيع وصالة كمال الأجسام بنادي التلال، مع شرح أهمية هذه المشاريع للمديرية. وقال محافظ عدن أحمد لملس إنه سيتم إدراج عدد من هذه المشاريع في البرنامج الاستثماري للمحافظة. أظهر وزيرا الطاقة السعودي والروسي موقفا موحدا خلال اجتماع ثنائي سابق قمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها يوم السبت، وذلك بعد سنة شهدت خلافات حول خفض الإنتاج لمواجهة هبوط الأسعار. واتفق أعضاء أوبك وشركاؤهم في إطار تحالف أوبك بلس في مطلع ديسمبر على تحديد سقف زيادة في الإنتاج في يناير عند 500 ألف برميل في اليوم مقابل زيادة متوقعة بنحو 2 مليون برميل. واتفق أعضاء أوبك بلس في 3 ديسمبر على إعادة طرح حوالي 2 مليون برميل في اليوم في السوق بصورة تدريجية اعتبارا من مطلع العام المقبل بدءا من 500 ألف برميل في يناير. ودارت حرب أسعار ضارية في مطلع العام بين السعودية وروسيا، ثالث وثاني أكبر منتج للنفط في العالم على التوالي في سوق تعاني من تبعات الوباء، ما تسبب بتدهور الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين قبل التوصل أخيرا إلى اتفاق في إطار أوبك بلس. وأخيرا إليكم جولة في أسعار العملات. ختاماً إلى اللقاء.